اختبر الأسطول الشمالي في البحرية الروسية 10 صواريخ جديدة من طراز زيركون الأسرع من الصوت. وذكر التقرير أن الصواريخ الجديدة كانت من بين 70 سلاحا حديثا اختبره الأسطول في اليوم الأخير من عام 2021، مشيرة إلى أن الاختبارات تمت من على متن فرقاطة وغواصة. أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن ما لا يقل عن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بانفجار وقع في ولاية بلوشستان. وقالت الوسائل إن سبب الانفجار لم يحدد بعد، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تطوقت منطقة الانفجار وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث. وقعت اشتباكات بين الشرطة والعشرات من طالبي اللجوء بعد تفكيك مخيم لهم بمدينة كالي شمالي فرنسا، ما أسفر عن سقوط 18 جريحا. وقالت الإدارة المحلية في كالي إن من بين المصابين 15 شرطيا وضابطا، إضافة إلى 3 لاجئين، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج. سمحت السلطات الإندونيسية باستقبال قارب يحمل نحو 100 لاجئ من الروهينجا في استجابة لمطالب المجتمع الدولي. وقالت مصادر محلية إن من بين اللاجئين نساء وأطفالا، وقد غادروا القارب الذي كان يسير بهم على غير هدى قبالة ساحل البلاد الغربي. رفعت وزارة الداخلية درجة استعداداتها لتأمين احتفالات المصريين برأس السنة وعيد الميلاد المجيد من خلال تنفيذ خطط الانتشار الأمني في محيط دور العبادة وأماكن الاحتفالات، إضافة إلى تكثيف الخدمات والأقوال الأمنية بالمحاور والطرق الرئيسية. وقعت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية في ختام اجتماعاتها بالقاهرة اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص بهدف تعزيز الدور التنموي على المستويين المحلي والإقليمي.